إذا كان الكلام العادي مشيا فالشعر ركض متطور نحو المعنى اللانهائي، واللغة بحد ذاتها تحدي مستمر. ولكي تأخذ هذه المغامرة اللغوية الجميلة شكلها الأنقى، يجب اختراق جدرانها واحدا تلو الآخر. ففي التحدي إبحار في عمق الذات وكسر لجمود الحياة. والتحدي الأكبر بالنسبة لأي شاعر هو القصيدة، لأن وراء كل قصيدة قصائد أخرى تحاول أن تكتب نفسها في ضمير الشاعر. ومن هنا يكون التحدي البوابة الوحيدة للدخول إلى ذاته الحقيقية وإلى ذات العالم. وبهذا كله فأنا شخصية تتحدى إلى شيء ما في مكان ما. يا أيها الناس، يا أيها الناس، قد ضاقت بنا اللغة الخرساء، فلندخل الموال والوترا. فما الأغاني سوى أرض مقدسة تقدسوا، فهنا صوت السماء جرى. تطهروا بالهوى العشاق من حملوا طفولة الضوء في أرواحهم شررا، ولتعشقوا قدر ما في البحر من بلل، وسامحوا حزنكم مقدار ما شعرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى ذاكرة المكان إذ تنفض غبار السنين، إلى الشباب الحالمين الذين يصعدون على سنابل الأمل، إلى إفريقيا التي ما زالت تمد أضلاعها جسرا إلى العربية لغة القرآن. قمر يتهجى ذاكرة القرى، كهذا الفتى الملذوع من عسل القرى. أتى قمرا شفافة روحه البكر، أتى حاملا في قلبه شجر الحياة غضا، وفي أحلامه ينعس النهر. ومن وطن ثم اشتهته سحابة، إذا لامست عينيه يعشوشب الجمر. ومن رعشة الأوتار ربى حمامتين، فانهال من مواله الأخضر الشعر. رعاة الأغاني السمر صاحوا أهلة على عشب حروحي، فانتفض العطر. يهندس بالذكرى أراجيح أمسه، فيضحك من أقصى طفولته البحر. يرى أرق المصباح يشربه الندى، كما من صدى قرآنه يشرب الفجر. وما لا يرى في الوقت يلمسه بروحه، كيف لا ينساب من روحه الحبر. هو الولد المنحوت في بال غيمة، فيهطل يوما ما ويندى به الصخر. ويغدو ابن كل الناس وابن ربابة، إذا ارتعشت ينداح في الطينة الطهر. له من سجايا الحب فسحة قلبه، ومن خمرة العشاق ما سكب الطير. له من سجايا الحب فسحة قلبه، ومن خمرة العشاق ما يمنح السكر. أتى وصحوب الروح حنت لآخر، فعانقه وامتد بينهما النهر. وشكرا. الشاعر عبد العزيز، شكرا لك.
الصمت وإلى لجنة التحكيم. والبداية هذه المرة مع الدكتور علي. إذا عبد العزيز يشرب من اللغة العربية لعله يوما يكون ما يريد، كيف وجدت ذلك؟ هذه القصيدة تذكرني بقصيدة وبقصيدة أبي تمام في رثائه للطوسي، وتحديدا في قوله: فتى كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر. وهذه القصيدة تحتفي بفتى له ما لفتى أبي تمام من فروسية، لكن لكل عصر فروسيته المختلفة. أقصد الفروسية كما تتجلى عند عبد العزيز وكما تتجلى عند أبي تمام في هذه القصيدة. يتشكل الفتى في هذه القصيدة على نحو شعري يجمع الشعر والحب والفروسية في إيهاب واحد، فقد ذاق هذا الفتى طعم عسل القرى، أي أنه نشأة ريفية خالصة، ومن هنا كان من الطبيعي أن يتوحد بالطبيعة. أتى حاملا في قلبه شجر الحياة، غضا وفي أحلامه ينعس النهر. تتوالى الصفات التي تؤكد عمق علاقته بالطبيعة البكر، لهذا يكون هذا الفتى رمزا للبراءة التي تكاد تجعل منه روحا شفيفة تتماهى مع الطبيعة ولا تعرف غير الحب. من هنا يمكنني أن أسمي القصيدة أنشودة للبراءة، نظرا لما حملته من روح مثالية ولغة عذبة ومجازات مبتكرة. شكرا لك يا عبد العزيز على هذا النص، ونتمنى لك التوفيق. شكرا لك. شكرا لك دكتور علي. ما تقييمك دكتور عبد الملك؟ اهلا عبد العزيز. اهلا دكتور. وصف فني عجائبي لبعض بيئه افريقيا، اليس كذلك؟ بلى، بوركت على بلى هذه. شكرا. وانت تستعمل لغه شعريه لا هي جزله فتقوقع وتجعجع، ولا هي متدنية سهلة فتمضي في غير نهر الشعر الرفيع. لغة يعشب بلغتك جمرها، وهذه صورة مستحيلة ولا توجد ولا تقبل إلا في الشعر الكبير. وينتفض عطرها حين يزدجيها الرعاة السمر، فيعبق الجو من حولها عبقا. وموالك اتخذ لونا لا صوتا، فانساب عنه الشعر الأخضر، فامتزجت الألوان بالأصوات، وصار كل شيء يؤثر فيما حوله كما يتأثر بخضرة الأعشاب وعبق التراب. فصار كل شيء إذن غير ما كانه فكانه. حقا إننا لا نكاد نلمس شيئا محسوسا في التصوير الشعري لهذا القصيد، ولكننا نحس إحساسا جماليا رقيقا ينشأ عن هذه اللغة الشعرية التي تغني وتتغنى وتؤثر وتتأثر. لها أصوات عذاب وألحان قشاب، فتخلق عالما شعريا آسرا بديعا وساحرا مريعا. شكرا. شكرا. شكرا لك دكتور عبد الملك. وختامها مسك مع الدكتور صلاح. اهلا يا عبد العزيز. اهلا دكتور. قل لي لقبك لو ولا لو؟ لو. لو له معنى في السنغاليه؟ مما يقال عنه انه من اللوح. اللوح. نعم. على اي حال حتى لو كان لو، فلو تفتح عمل الشيطان، والشيطان هنا هو شيطان الشعر، لأن شيطانك نشيط جدا شعريا. إياكم اللو فإن اللو من الشيطان. وهو شيطان نشيط، لأن صورك جميلة وبديعة، مع أنك تبدأ بأن تقول إن العسل يلزع،
وأظن أن الذي يلذع هو النحل وليس العسل، لكنهما متجاوران على أي حال. صياغتك محكمة وشعرك جميل، وإن كانت القافية أحيانا تضطرك إلى أن تجمع بين أشياء لا رابط بينها، مثل عندما يشرع فتاك في هندسة ذكرياته يضحك البحر. لا أجد، أو كيف يمكن أن تجد علاقة بين هندسة الذكرى من ناحية وضحك البحر من ناحية ثانية، غير أن القافية رائية هي التي تجعل البحر يضحك. من ناحية أخرى، عندما تقول وما لا ترى في الوقت يلمسه بروحه، يلمسه بروحه، فضلت أن أقرأها بلمسة روحه، لأن الإيقاع يضطرب قليلا لو قرأتها كذا. تقول عن الطفل إنه يغدو ابن كل الناس، يكفي يا عبد العزيز أن يكون ابن أبيه لا أن يكون ابن كل الناس، هذه مشكلة. وإن كنت تقصد المعنى المجازي لابن كل الناس، على أي حال أتفق مع صديقي في أن شعريتك رقيقة تسبح في ضوء القمر على أوتار الذكرى المهندسة. أحسنت يا لو. شكرا. شكرا. شكرا لك دكتور صلاح، كل الشكر للجنة التحكيم ولشاعرنا من السنغال عبد العزيز لو، كل التوفيق لك. شكرا.